يا اهلا وسهلا ومرحبا واهلا في المصايب وفي المشاكل وفي الامراض وفي توي وظفت واحد على فكره وموت. ويلكم تو خليل جيمك طبعا، وحياكم في حلقه جديده من اكسجين نوت انكلود اللعب المطلوبه واللي مدوخه راسي واللي رافع ضغطي واللي بتجنني نون. انا اظني ببدا على فكره شو اسمه جديد، ببدا تسلسل جديد ولا ببدا مستعمره جديده، لان هاي المستعمره شكلها وضعها ما بيمشي وايد. لكن اكتشفنا فيها معظم الشغلات، اكتشفنا مشكله الاكسجين واكتشفنا وايد مشاكل، لكن ابى حد تعال صلح، حد يصلحها. اوكي ما بغيتوا تصلحونا يعني. عبلي نبقى محتاجين باور. الجاي بروكن، ليش بروكن؟ عم وقف شوية خلاص بروكن. هذا اللي قدرتوا عليه. يلا تعال، ها محتاجين اكسجين، محتاجين برشر. نحن نبي نجرب نظرية البرشر، هل البرشر شي يشتغل ويانا ولا ما بيشتغل ويانا؟ شكرا. عندي القاي اصلا، وين القاي؟ احصل القاي 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 القاي. يا جماعة الخير قولوا لي وين القاي. اوكي مو مشكلة نحصل القاي، اظني هاي يكون في القاي. زين الحين شو قاموا يسوون؟ يمكن تتصلح، يمكن ما اعرف، يمكن تتصلح السالفة بكبرها. لحظة بور، بنحط بتري زيادة وبنوصل بكونكشن زيادة. شوف يمكن الاكسجين هذا اذا رفعت ضغطه يرتفع الضغط لفوق، وكل ما يرفع الضغط لفوق ينزل البرشر لتحت. لكن هالمكان كم بيتحمل CO2؟ ما اظن بيتحمل وايد على فكرة، ما اتصور انه بيتحول وايد، يتحمل ضغط وايد. اليوم انا وايد مخبص ترى على فكرة، لكن خلنا نحسبها. الموضوع يبالك كالكوليشن، موضوع يبالك كالكوليشن نفس فاكتوريو. الصراحة موضوع يبالك كالكوليشن نفس فاكتوريو. نشوف كم برشر هذا بيعق. اذا وصل ماكسيموم برشر معناه ما راح يحط اكثر خلاص، لان هاي قاعد يموتون من النفس، خلاص قاعد يضيقون من النفس، وانا ما باخذ ريسك. كربون دايوكسيد فول، كربون دايوكسيد عندي فول، لكن وزنه ثقيل. اتمنى البرشر مال هذا ينزله كله تحت، يمكن حتى يحط واحد فوق ثاني لانه تشوفه قاعد ينقص. اوكي تشوفه قاعد يمد، هو قاعد يمد شوي هو لهم، واللي هو شي طيب اذا قدر يمد. هو ريسورس لو ووتر، يو شوفوا CO2 هني ما يقدروا يتنفسون، وانا حاط واحد يرقد هني. اذا هذا يرقد هني هذه مصيبة من المصايب. ها كيف يرقد هني؟ منو هاي الجديدة هاي؟ هاي الي علاية علاية ايشي علاية. واو ابوك بتموت هاي الحين. زين الحين هذا قام ينشر اللي هو هني، بس كم برشر بيقدر يسوي؟ والله البرشر قاعد ينزل ال CO2 لتحت. شو اذا موضوع الاكسجين هني انحل بهذا، انا غلطان، كان المفروض من البداية احطي هذا على اساس يسوي يرفع لي الاكسجين، لان لو رفع لي الاكسجين، هي لو كان رافع لي الاكسجين مستوى عالي من البداية فوق، يعني يكون كامل يترسى اكسجين، بيكون السي او تو بينجبر وين يروح؟ يروح المنطقة السفلية هاي. اذا راح تحت السي او تو انا اكون مرتاح نفسيا، ليش متعب عمري هذا كله؟ كنت هذا كان حل جميل. بعد يبالي مكان مسكر واطرد فيه السي او تو. الصراحة خلنا نشوف لحظة، هني ما في مجال الحين، لكن شو شو فلوتد ووتر؟ لا ما نبغى فلوتد ووتر، كربون دايوكسيد ما نبغى. سلايم، السلايم شو يسوي؟ سلايم يزيدون لايت ويت اند بريثابل غاز نيسيسري فور سستيننج لايف اتنس تو رايز ابوف ذا اذر غاز. يعني هاي اللي عندنا سلايم الطحالب وما اظني والسوالف، لكن القاي عندنا القاي، نبغى القاي نحن. زين خلنا نصير نجيب القاي.
اوكي، قام فيه هو المتنفس اصلا. فالحين بخلي هذا، انا اشوف شغله يعطي برشر عالي، ومن البرشر العالي هذا شو بنسوي؟ بنحاول نسوي شيء. لا خلينا نسوي لنا ريسيرش شيء، دام ان احنا واقفين وواقفين، نسوي لنا ما اعرف شو يسوي هذا، بس شكله مال تطهير. شاور، في شاور، نايس. يوز ذا فلور اند وول تايل تو بيلد رومز، اوكي. ريموفز جيرمز، اوه اوكي نايس. مغسله، كان اظن المغسله قبل لازم اسويها مره ثانيه. الله يعزكم، الحمامات بعقن تحت، حلو. كم مليون جرم هني سبت الموضوع، عندنا حد مات ترى، حد ما اتس نوت ا جوك، قاعد يموتون يوع الجماعه، يموتون يوع، يموتون يوع سبت الاكل هذا. This is something serious. It's really serious. ما ادري اذا البرير تاع منه فايدة الحين خلاص ولا ما منه فايدة. انا اعتقد ما منه فايدة لانه ما قاعد يشتغل على هاي. For some reason it's not working on this. ما قاعد يشتغل على هاي. بلانت ولا خلينا نسوي لحظة، خلينا نزرع هذا. كوبي سيتنجز على الأربعة هايل، ونسوي كوبي سيتنجز على هايل، ونحاول هايل من يحصرون. هارفست ريدي نيوز، اوكي لازم يتم يسوي له هارفست. اوكي غني جاز، عندي دفعة جديدة، يكون عندي شوي كالوريز على الأقل، لان انا اظن تحت في منطقة ما فيها وايد اكل بعد. هذا الشيء يساعد ان نحن نتلعوز شوي. زين خلنا نسوي مكان فوق يسوي له هاربست. يمكن 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 روم نعدل الاوضاع ويسوي خطة رجوع او انهاء، واحد من الاثنين، يا اسوي خطة انهاء انا اليوم وانهي الموضوع كامل، يا اني هذا ميت. في ميت هذا مش ميجر نو جيرسون كيلوغرام ماس. اوكي افكتس ميل 600 كالوريز، هارفست جانس 10%، ديكور ماينس 10%. ليش اصلا من الديكور هذا؟ خلينا نحط ليت، ليت بباله كهرباء، ما بلعوز عمري الصراحة كهرباء، انا بلعوز عمري بالاكسجين اليوم، انا فايق حق الاكسجين وما عندي هايل، ما عندي هايل. خلهم يزرعون هاي، كل ما يحصلون هنا يزرعونها. زين هاي ما حد بيبني اذا بالطريقة هاي، هذا مصدر اكل، مصدر اكل ما في مزاح. زين زرع هذا، لازم نسوي عملية حسابية. عندنا موظف، لحظة خلنا موظف واحد، نبى حد فارمر، هذا عنده فارمنج اوتوماتيك. انت عدول، لا خلنا نسميك اسم عدل، عادل اسامي عشوائية. خلنا نشوف برنت، روح عدل. انت الحين في المنطقة السعيدة، والله قاعد يضغط الثاني اكسيد كربون على فكرة، قاعد يسوي ضغط عالي. بشوف اذا هايل بينزلون، اذا هايل نزلوا بيكون وايد اوكي، بيسوي لنا شيء جميل، يعني بيسوي لنا خدمة الصراحة في حياتنا. انزين الحين هو هذا زرعهم، خلنا نرجع بريرتي مالهم 5. لا لا مش 4 5، لانه اصلا كل ما بيستوي بيكون عندنا سيد زيادة، صح؟ اذا عندنا سيد زيادة نزرع ما نذبح. اوه شوف يا المساج عباس، والله انك مدلع عمرك، والله انك مدلع عمرك عباس. ياسي نزل استرس مريح. اوه هو ياكل يوعان، والله ما في اكل، يقص على عمرك سوي مساج. اهم شيء ما حد، في حد مات بعد انا متاكد، دائما كل شيء حد يموت، انا مش عاوز حد يموت. ومش بالسهولة اللي انا تخيلتها ممكن تكون اللعبة، صوت اصعب وايد، اصعب وايد ما انا اتخيل، وايد اصعب. هني ما في، في هو الحين قام يستوي هو نظيف. هبل راقد على الارض، تستهبل. اوه تعي 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 تعي، انت منو؟ علاية، علاية ليش راقد على الارض؟ ترى كلهم منتهين على فكرة، نسبة الاسترس وايد عالية، علاية 78%. زين حد يصير يسوي مساج؟ ها منو؟
عباس عباس بسك مساج عباس، خرب بيتك راقد عريس المساج، خرب بيتك راقد عريس المساج. بس يا عباس عباس بسك. انزين اوكي، بريكس بلوتد دير داون انتو فرتلايزر. حلو، خلنا نشوف نبغى فرتلايزر الحين. انزين اسم واد بيسوي هذا الدرت الزايد، خلنا نشوف ايش كثر بينتج لنا. يمكن يسوي لنا بولوشن على فكره نفسه هني، بس هذا زين انضغط انضغط وقام يضغط الثاني وياه، which is really good، اللي هو وايد زين وايد زين. احنا هسه نشيل جرانايت، دق 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 رو مينرال، يعانين كلهم يعانين، محتاج مصدر اكل انا. اسمه لا مونت اوف فود، فاضي اصلا فاضي. خلينا نشوف شو نقدر نسوي لهم حق الاكل. الكتريك جريل ما نقدر نسوي شيء. بلانتر بوكس جروز بلانت فروم اسيد فلوس الدرت فرتلايزر. يمكن هالفرتلايزر اللي هو نحن محتاجينه. شوف هذا اكتشاف الحين، كله اكتشف مع نفسي. كل شيء 9 عندي كل شيء، وهذا الحين ما بنوع على فكره، وهو 9 الحين ساحبين عليه. يعني استوى الليل، لقينا الليل، نعم انه الليل، اكره لحظة الليل. قام يستوي عندي اكسجين. الحين قمت اتشاور، الحين قمت اتشاور. هذا شو داخل؟ فلوتد ووتر، لكن فلوتد ووتر محتاج ريسيرش ثاني غير هذا. نحن نبغى شاورات الحين، خلي اخلص موضوع الشاورات، بسوي لهم غرف اداد، بسوي هني بحفر بسير فوق، بشوف شو بيتجمع فوق. هل بيتجمع هني اكسجين نظيف ولا بيتجمع ثاني اكسيد الكربون؟ هذا بيفرق وياه وايد. فخلنا نسوي لادر لين هني. زين ونسوي هاي هني تايلز يا اصدقائي، تايلز اوكي، تايلز هني، وبنشل هاي الواحد اثنين ثلاثة اربع لين هني. سلايم يمكن يسوي له مشكلة. لا لا انا عندي كربون دايكسايد هني، فشو بسوي؟ بلغي المشروع هذا هنا كله اصلا، بلغي المشروع كامل، بخليه اكثر شوي، لان لو دشيت في هذا بتلعوز. انا بروح عند العالم قاعد تموت، حرفيا قاعد يموتون ليترلي داينج، وتصرف معاهم صعب. هاي شي يعطيني اظني فرتلايزر ناقصنهم. ها هذا يسوي بولوشن. اوكي امورة طيبة، الحين عندي فرتلايزر. اوكي اظن بيشلون الفرتلايزر بيزرعون فيه. يمكن انا هالشي اللي ناقصني لهالسبب ما نمى بسرعة اصلا عندي. بس زين، هذه رحلة استكشافية وياكم. انتوا اكتشفوا بعد، دقوا في الكومنت خبروني اذا انتوا تلعبون اللعبة شو تسوون شو ما تسوون، واذا تبون نسمي شخصية باسمكم خبروني ترى بنسميها عادات. شو تسوي الشخصية هاي؟ هذا لا تزعلون يعني، لا تزعلوا، انا ما اعرف الشخصية شو تسوي، شخصية شو تسوي ما تسوي في حياتها، انا ما يخصني ولا حد يلومني على شيء شخصية تسوي. انت شو تسوي؟ اوكي انت تبغى تسوي فرتلايزر صح، اللي هو حق الجو هني على اساس مزين الجو الحين صح. زين الحين نحن نبغى شو نسوي؟ نسوي هذا 7، لاني لو حصلت شيء اهم منه بسوي، لو حصلت شيء اهم منه بسوي، بس حاليا بالنسبه لي هذا هو المهم. طبعا هذا الكهرباء انا حاطنه مره 9، اهم الشغلات عندي. لا حطيه 8، لو حصل شيء اهم منه بعد شو نسويه في 9. بحاول ارتب الوظائف هنا عندي، انا شو اسوي في الوظائف هاي 9، لكن اظني لازم يكبرون. ممكن لازم يكبرون، لان الاكسجين هذا ترى مصدر اللي نحصله مصدر ينتهي، عن نفس هذا مصدر ينتهي. كم في من ابطل هالمكان اتصور الاكسجين بيبدا يضخ، بيساعدني شوي بينزل التلوث هذا تحت، لكن هذا بيتم محبوس اتصور في المكان. بس الحين على الاقل يمكن شوي يقدرون يتنفسون في المكان، لكن
الويت لحظة خلنا نشوف نحن الليل الحين بنبني هذا المكان الجديد. هذا المكان الجديد أظني خلنا نشوف بتري كيف وضعه. وضعه اوكي، البتري وضعه اوكي، وضعه اوكي، لان الحين احنا بنبني الطابق الجديد. الطابق الجديد بيكون شو، اكسجين بيطلع فوق على طول بيعبي، وهذا ما بننزله تحت. فنزلنا الاكسجين دايركت. في حد قاعد يهتم في الزرع؟ زين اذا بموظفين اقدر. نكست 1.1 سايكل، عندي اثنين ترى كلهم ماتوا، فاذا ماتوا هالاثنين نحن في كارثه، خلاص شبه النهايه هاي. لكن تقريبا عرفت، بنسوي حفره على طول، بحطي مال الاكسجين اوكي، استرس 48% عادل 16، شو اسمها علاية 48 فرنتشر. خلينا نحط مساج تيبل ثاني كريحهم. جوبز هني بس ما عندي احد على اساس اني اعطيه جوبز يعني. وبعد منو مات؟ بس تم عادل. اذا عادل راح كل حد راح. انا اظني بعلن النهاية، هاي النهاية كارثة، كلهم ماتوا خلاص. بعدين كم بيتحمل يشتغل بروحه؟ يعني شو اللي شو بيسوي؟ خبروني يعني كل هذا الشغل هو مفروض يسوي بروحه؟ ما اتصور هالشي انا الصراحة. اذا هو بيسوي هذا كله بروحه بينتحر من الضغط، بس من ضغط الشغل. متى ها شوف قاعد يسقي ماي، بعدين سقى هذا ماي، بعدين يا ان نكنسل الموضوع كامل، يا ان نكنسل خلاص. تشوف استرس ماله يرتفع، كنت المساج ما منها فايدة. كهرباء خلصت، هو لازم يعبيها، كل شيء بروحه مرة. الا اذا الحين في السايكل الجديد طلع لنا واحد بيسك نيس تو ورك. شوفوا هو بيسوي كهرباء، هو بيسوي هذا، هو بيسوي ذاك، كم بيسقي؟ يا جماعة الخير شكلي بعلن نهاية شو اسمه الاول. خلاص قاعد ياكل، قاعد ياكل، قاعد كل 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 عليك بالعافية، كل كل لين تنقع، كل لين تقول امين، كل. خلنا نشوف كم بتصمد. ولا الاسترس ما لا يرتفع ترى، مش قاعد ينزل فول سامان، لكن ما استعملته عدل. يعني يبالي شغلات اساسية، يبالي بعض الامور. ما منه فايدة، خلاص ما منه فايدة، كلهم ماتوا، كلهم ماتوا خلاص. انا بنهي السلسلة، مش بنهي السلسلة، لا بنهي المستعمرة هاي الاولية اللي انتهت بالفشل، وذبحتهم كلهم، كلهم ماتوا. بوقفها، ابى كومنتاتكم تحت، بنكمل على اساس تعليقاتكم انتوا شوفوا في اللعبة، دخلوا مدخولاتكم وقولوا لنا شو رايكم وش تبون نسوي. والسلام عليكم ورحمة الله.